طيب ايه هو السكور بوت؟ السكور بوت اللي انا لما بقول مثلا سكور بوت اوف 16، انا بقول 16 كام تايمز كام؟ 16 اصلا عباره عن 4 تايمز 4. مبدئيا العلامه دي اسمها سكور بوت، السكور بوت بناخد واحده منهم بس. يعني لو قلت مثلا سكوير روت اوف 25، 25 عباره عن 5 تايمز 5، هتطلع 5 5، يبقى باخد منهم واحده بس. تمام؟ طيب وهكذا، سكوير روت اوف مثلا اوف 9، تطلع الانسر كام؟ 3. ليه؟ لان ال 9 عباره عن 3 تايمز 3، باخد واحده منهم بس. السكوير روت ده ميزته انه له زرار على الكالكوليتر اللي هو ده. فانا مثلا عايز اجيب سكوير روت ل 25، اقوم كاتب النمبر ده، اقوم كاتب 25 واقول له ايكوال ده على الكالكوليتر، يدي زرار الكالكوليتر هيقول لي 5 بس، ما فيهاش حاجه يعني خالص، سهله خالص. هي الفكره بقى في ايه؟ لما بيجي السكوير روت بيجي تحتيه سيمبل او لتر، يعني مثلا قال لي سكوير روت لاي باور 6. لما بيكون لتر بقى مش بناخد السكوير روت ل 6، لا بنعمل ايه؟ بنعمل الباور دي ديفايد 2، يعني عامل 6 ديفايد 2 يدينا كام؟ 6 ديفايد 2 يدينا 3، يبقى يطلع ايه باور 3. ايه باور 3؟ يبقى باخد سكوير روت، يعني بعمل ديفايد 2 يقوم يديني 3. طيب لو فنقولنا مثلا ايه؟ سكوير روت مثلا لبي باور 8 او سي باور 8، بنعمل ديفايد 2، ديفايد 2 تدينا كام؟ تدينا ايه باور 4، سي باور 4، يعني باخد الباور اعملها ديفايد 2. لكن لو جاي لي سكوير روت اعمل له ايه؟ اعمله، ممكن اعمله على الكالكوليتر. لكن لو جاي لي لتر اخد الباور برضه ممكن اعملها على الكالكوليتر ديفايد 2. لو خدنا مثلا حاجه زي كده، جه قال لي بقى مثلا ايه سكوير روت مثلا لاي باور 10 مثلا، يعني هيجيب لي ايه نمبر مع لتر، يعني ازاي هيجيب لي كده؟ هيقول لي سكوير روت اوف 25 a power 4 b power 6 square root مثلا m power 10 n power 12 مثلا كده. انا احلها ازاي؟ انا احلها ازاي؟ ممكن يجيب لي فيها فراكشن، ممكن يجيب لي فيها فراكشن كده، يعني يقول لي square root 16 اوفر مثلا 25 او اوفر 49 ام بار 10 ام بار 12. انا بقوم اعمل ايه؟ كل ما عليا ان انا السكوير روت ده ل 25 بجيبه على الكالكوليتر، يعني انا بقوم كاتب على الكالكوليتر سكوير روت، دوس زرار السكوير روت ده 25 واقول لها الكالكوليتر هتقول لي الاجابه 5. ولكن بالنسبه للباور هاخده معمول من ديفايد 2، يعني انا هكتب الاي والبي دي العادي، بس هنعمل الباور بتاعت الاي اللي هي الفور اعملها ديفايد ديفايد بقى مش سكور روت، هتديني خلاص يبقى الاي بقى الباور. طب بالنسبه للبي الباور بتاعتها 6، طب عامل 6 ديفايد 2 يديني كام؟ 3. بس يبقى انا كده خلصت. لو جيت عملت دي، طب في فراكشن مفيش مشكله، انا الفراكشن بكتبه على الكالكوليتر، طب فاتح زرار السكور روت، فتح زرار الفراكشن اللي هو عامل كده ده، اكتب هنا ال 16 وهنا ال 49. الكالكوليتر عادي في زرار الفراكشن اللي هو اوفر ده، وبعدين اقول لها ايكوال. الكالكوليتر بتعمل ايه؟ بتجيب سكوير روت اللي فوق وسكوير روت اللي تحت، يعني كانها بتسال ال 16 انت كام تايمز كام؟ هتقول لها 4 تايمز 4، هتقول لها 4. طب بالنسبه لل 49 انت كام تايمز كام؟ هتقول لها 7 تايمز 7، هتقول لها 7 بس، فتطلع لي الانسر كده 4 بار 7. طب كاتب 4 بار 7
بالنسبه للسكيور كده. طب بالنسبه للباور بقى، هتاخد الباور انا كده كده هاخد الام اهو والان اهو، بس الباور طبعا هتختلف. هتاخد الباور تعملها لي ديفايد ب 2، يعني الاف دي هتعملها ديفايد ب 2 تدينا 5 ب 12، الام بقى باور 5 ب 12 هتاخدها تعملها ديفايد ب 2. طبعا انا هضرب ده على كتير الفرق يدينا 6، عشان لو انا مش حافظ سكواد تيبل قوي ما اغلطش، ويبقى كده الفاينل انسر 5 باور 4 ام باور 5 ام باور 2. طب هل اللي على السطر ده ممكن يكتب مع اللي فوق ولا مع اللي تحت؟ يعني ساعات يجيبوا لي في الاختيارات تشوز مكتوب مع اللي فوق، اللي على السطر ده اصلا تبع اللي فوق، يعني ممكن يجيبها لي كده كده صح، اللي يكتبها كده صح، واللي يكتبها ايه؟ ام باور 5 ام باور 6 على السطر كده صح، ده صح وده صح.